السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن عملية التنويم المغناطيسي. طبعا عندنا فاعل إذا تغطى على رأسه مدة معينة من الوقت يدخل الثعبان أو أي نوع من أنواع الزواحف يدخل إلى عملية التنويم المغناطيسي، يعني يكون شبه نايم. تختلف المدة هذه باختلاف النوع باختلاف الحجم. متى يرجع لحالته الطبيعية؟ يرجع من أول لمستين ثلاث يرجع لحالته الطبيعية.